الله الرحمن الرحيم. على كل حال نتأسف يعني مرة أخرى للنقاط. بالفعل يعني لو نحوسوا على الأسباب، الأسباب موجودة ولكن ما نحصلوش كلش في الأسباب. لماذا؟ لأن اليوم أنتم تعرفوا بلي اليوم فريق تاع بسكرة في مدة شهرين راه لعب زوج مقابلات خارج الديار. عندنا المقابلة الأخيرة لعبناها أنا ضد شيف تفوت شهر أكثر. لهذا نقول لك اليوم نقص المنافسة هذيك وخارج ميداننا اللي اليوم صبحنا نلعبوا كأننا نلعبوا خارج ميداننا، لأن هذه المنافسة هذه صبحت يعني نحوسوا عليها وراهي موجودة. هذه صعيبة جدا يعني حنا كطاقم فني ولا لاعبين نلقاو صعوبة يعني باش نوجدوا اللاعبين تاعنا لهذه المقابلات. فيما يخص المقابلة كون شفتوا يعني لعبنا ضد فريق جريح، ما هو يعني هو حاجة بالنقاط. اليوم جا خلق لنا عدة صعوبات خاصة يعني ولا شاهدتوا الشوط الأول كان لعبنا ضد الرياح، يعني ما قدرناش يعني نحطوا الكرة في الأرض. رغم هذا يعني سجلنا احنا الأولين، كنا بادرنا باش نسجلوا. للأسف لقينا الهدف التعادل اللي نقول هو اللي منعنا باش نديروا نتيجة إيجابية. ولكن أنا نقول كذلك كاين غيابات، ما تنساوش بلي اليوم وسط الميدان تقريبا ماهوش هو، يعني اليوم مرعدة كمهاجم يلعب الاطراف، اليوم درناه في وسط الميدان. قلنا احنا نحينا النقص تاع غياب تاع مدان، غياب تاع الوناس، انتم تعرفوهم لاعبين اللي عندهم هذيك النزعه الهجوميه والدور الفعال يقوموا به في وسط الميدان. كل هذا زائد غياب نهضروش على خوالد يعني اللي راح لنا المهاجم الاول، زاد خوالد ناصر في وسط الدفاع. يعني كل هذه الامور خلاتنا يعني نقول لك يعني نلقاو صعوبات باش نديروا التشكيله تاعنا. وانا نقول مره اخرى يعني اليوم نتيجه يعني نتيجه تعادل، نقدر نقول بلي نتيجه يعني اكيطابل يعني بالنسبه لنا. يعني ما نقولش ضيعنا الفوز. لماذا؟ لان ما كناش يعني في المستوى اللي كنا نتمناه نكونوه. وهذا انا قلت لك خروج من كاس الجمهوريه ضد فريق يعني اقل منك درجه، على الاقل اللاعبين تاعك راح ياخذوا يعني الجانب البسيكولوجي راح يكونوا ضعاف. احنا عملنا في ثلاث ايام يعني رجعنا من المقابله، عاودنا عملنا من هذا الجانب، ولكن الحمد لله نقول نتيجه التعادل احسن من الخساره. أنا بالنا بلي راح تكون المباراه تكون صعيبه للفريقين، للفريق تاع الشباب والفريق تاع اتحاد بسكره. هما مع بعد الالتزام تاعهم في الخميس مليانة كاس الجمهوريه، وحنا بعد الفوز تاعنا مع تيارت على بالنا راح طبعا تكون صعيبه بارابور الكلاسمون تاعنا وتاعهم. حنا جينا هنا بسكرة باش نديرو ان بون ريزولتا، كي دي بون ريزولتا سواء ماتش نول ولا فيكتوار. بون كي نوليو المقابلة كانت بوكو بلوس سادير بوكو ديال بوكو باسكو لي دوز ايكيب كانو يحبو يديرو ان ريزولتا. حنايا نعطي كمان ان بيت جوست او ديبي لا بروميير ميتون، كان ماركين البيت هذاك راح لا فيزيونومي الماتش راح تتبدل. هما اللي يعني عندهم الحق هما يجيبوا الهدف الاول. حنا سي فري جوست ابري اون ريفوني درنا بريسينغ اون ريفوني اون سكور جبنا ليكاليزاسيون. اون دوزيام ايتون شفنا مقابله وين يالي بوكو دويل ايريان دوي فيديك، ممكن نقولوا اوسي الريح لو فون ما خلاناش بور لي 22 جو باش يكون du bon jeu. Mais là, l'essentiel, c'est qu'on a ramené un bon résultat en match nul. On aurait voulu l'être en pain et on pouvait le faire. On a raté quelques occasions de ça. Mais je pense qu'on doit être satisfait du point du match nul et du point de l'intérêt d'ailleurs. Voilà, c'est ça.